وذلك تأتي رواية الشوقي بقى، الشوقي إلى الحسين في بحار الأنوار في المجلد 49 في الصفحة 270، باب الإخلاص في زيارته والشوق إليها. طبعا هذه كتب الشيعة، هذا الكتاب ترتيبه في المكتبة الجزء أو المجلد 97 و98. ففي هذا الكتاب في الصفحة 270 أيضا ضمن الأجزاء، هذه الصفحة رقم 17 في المجلد 98، باب الإخلاص في زيارته والشوق إليها. وذكر رواية عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال: لو يعلم الناس ما في زيارة الحسين من الفضل لماتوا شوقا. أنا أود من المشاهد الكريم أن يعد معي هذا الفضل الذي يذكره الشيعة في كتبهم في زيارة قبر الحسين، لتعلموا أنهم أرادوا أن يصرفوا الناس عن الحج إلى بيت الله الحرام إلى الحج إلى المشاهد، كما سيأتي معنا أنهم جعلوا للمناسك، جعلوا مناسك للمشاهد للقبور وجعلوها تحج كما تحج الكعبة بيت الله الحرام كما يقول شيخ الإسلام. عدوا معايا: لو يعلم الناس ما في زيارة الحسين من الفضل لماتوا شوقا وتقطعت أنفسهم عليه حسرات. قلت: وما فيه؟ قال: من أتاه تشوقا كتب الله له 1000 حجة متقبلة 1، و1000 عمرة مبرورة 2، وأجر 1000 شهيد من شهداء بدر 3، وأجر 1000 صائم، وثواب 1000 وثواب 1000 صدقة مقبولة كده 5، وثواب 1000 نسمة أريد بها وجه الله 6، ولم يزل محفوظا سنته من كل آفات أهونها الشيطان. محفوظ من كل الآفات في تلك السنة، أهون هذه الآفات الشيطان. ووكل به ملك كريم يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوق رأسه ومن تحت قدمه 8، فإن مات سنته حضرته ملائكة الرحمة يحضرون غسله وأكفانه والاستغفار له ويشيعونه إلى قبره بالاستغفار له 9، ويفسح له في قبره مد بصره 10، ويؤمنه الله من ضغطة القبر ومن منكر ونكير أن يروعانه 11، ويفتح له باب إلى الجنة 12، ويعطى كتابه بيمينه 13، ويعطى يوم القيامة نورا يضيء لنوره ما بين المشرق والمغرب 14، وينادي مناد: هذا من زوار قبر الحسين بن علي شوقا إليه، فلا يبقى أحد في القيامة إلا تمنى يومئذ أنه كان من زوار الحسين بن علي. هذا كلام الشيعة، هذا الفضل الذي لم يذكر أصلا في زيارة الكعبة ولا في زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في الحج إلى بيت الله الحرام. تخيل أن زيارة القبر، قبر رجل ميت لا يملك لنفسه لا نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا، زيارته يعطى الزائر ثواب 1000 صدقة مقبولة و1000 حجة و1000 عمرة و1000 كذا، ويشيعه إلى قبره كذا وكذا، وملائكة الرحمة تحضره، ولم يزل محفوظا سنته، ويأخذ أجر شهداء بدر وأجر 1000 صائم. كل هذا الفضل في زيارة قبر الحسين. إذن فلا داعي للحج ولا داعي للتعب، تجمع المال كله سنين عددا حتى تحج، لا داعي لهذا كله، تذكره وتذهب إلى كربلاء في العراق وتأخذ بقى طالما الأجر هذا كله موجود، لا داعي لزيارة بيت الله الحرام ولا الحج ولا هذا النسك، تذهب إلى زيارة قبر الحسين وتأتي على طول تغفر لك ذنوبك. حتى هذا مكتوب في الباب الذي يليه، باب في الباب الرابع مباشرة، باب أن زيارته صلوات الله وسلامه عليه أهو يوجب غفران الذنوب ودخول الجنة والعتق من النار وحط السيئات ورفع الدرجات وإجابة الدعوات. إذا كان العبد الذي يزور الحسين تغفر ذنوبه ويدخل الجنة ويعتق من النار وترفع درجته وتجاب دعوته، إذن فلماذا يحج أو يذهب إلى مكة؟ ذكروا تحت هذا الباب أول رواية: من زار قبر الحسين، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: من زار قبر الحسين بن علي صلى الله عليه وآله عارفا بحقه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الله أكبر، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفي رواية:
في وسائل الشيعة أيضا في المجلد الرابع عشر الذي معنا في الصفحة 486، قال إن الرجل ليغتسل منكم في نهر الفرات ثم يأتي قبر الحسين بن علي فلا يرفع قدما ولا يضعها إلا كتب الله له أو إلا كتب الله له أجر 100 حجة مقبولة ومئة عمرة مبرورة ومئة غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل. الحديث.